أزمات إنسانية لا حصر لها، أمراض أو بيئة، وعجز محلي ودولي عن إيقافها أو التخفيف منها. هكذا هي الصورة في البلاد، وهكذا يعيش اليمنيون يومياتهم القاسية. وباء الكوليرا القادم من العصور البدائية بات المعضلة الأكثر فتكاً بالمواطنين في بلاد تفتقر إلى البنية التحتية والمرافق الصحية والمستلزمات، ويعاني معظم سكانها من الفقر والمجاعة. منظمات دولية قالت إن معدل ضحايا الوباء ما يزال في ارتفاع، وإن عدداً من المحافظات ترزح تحت وطأة تفشي جديد للمرض في ظل عجز السكان عن الحصول على مياه نظيفة وصالحة للشرب. في جديد الإحصاءات قالت مجموعة صحية تابعة للأمم المتحدة إن تفشي وباء الكوليرا في اليمن أودى بحياة 845 شخصاً خلال الثمانية الأشهر الماضية، مع استمرار عرقلة ميليشيا الحوثي لتقديم الخدمات الصحية في غالبية المناطق الخاضعة لسيطرتها. أضافت المجموعة الصحية التابعة للأمم المتحدة أن إجمالي التراكمي لحالات الكوليرا المشتبه بها بلغت أكثر من 671 ألف حالة من الحالات المبلغ عنها خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضي. المناشدات المحلية عادت من جديد، حيث طالب مكتب الصحة في تعز الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية بسرعة التدخل وتقديم المساعدة لمواجهة الكوليرا في ريف المحافظة، خاصة بعد افتقار مكاتب الصحة في المحافظة إلى أبسط الإمكانات لمواجهة الوباء. صراع قاس مع الحياة ومتطلباتها، ومعاناة مستمرة في الحصول على أبسط خدمات الرعاية الصحية الأساسية. هكذا هو واقع اليمنيين، وهكذا هي يومياتهم.